بسم الاب والابن والروح القدس الهنا واحد امين. اهلا بيكم واخواتي وحبايبي كل اللي بيشوفونا في برنامج انسان. على فكره انا مبسوط قوي وانا ببقى معاكم بقلبي شايفكم وكلكم حاسين بقد ايه البرنامج ده جميل. وفي يوم كان في راجل عجوز رئيس كهنه، وكانت شغلته ان بيخش مره واحده بس جوه ايه المكان اللي بيصلي فيه رئيس الكهنه. وهو واقف بيصلي مفاجاه شاف نور ملاك. طبعا اي حد بيخاف، قال له ما تخافش لا تضطرب. قال له انت السنه الجايه يا رئيس الكهنه هيكون عندك ولد. قال له ازاي؟ ده انا عجوز ومراتي عجوزه خالص، ما ينفعش. قال له عشان انت مش مصدق كلام ربنا هتفضل ساكت لغايه لما تشوف ميلاد ابنك المعمدي. قعد شويه، الناس حست ان رئيس الكهنه اتاخر، شدوا طلع بره ساكت. عرفوا كل الناس ان هو شاف حاجه غريبه. ازاي؟ راحوا ساكتين معاه، طلع بره اتقابل مع مراته. خلي بالك بقى، كان في يوم قبل كده وكنا قلنا ان الست العذراء لما الملاك قال لها وكمان قريبتك مرات ابونا زكريا حامل بقالها 6 شهور، بسرعه الست العذراء راحت جريت واتقابلت معاها. بس في حاجه حصلت جميله، اول ما اتقابلت معاها هتاخدها في حضنها حست ان البيبي اللي جوه هنا بطنها بيسجد ليك المجد يا رب، ليك الكرامه. ازاي؟ قالت انا حسيت ان في حاجه هنا. طب خد بالك انت بقى، هل انت ما تصحى الصبح ترشم صليبك بتصلي بتقدم سجود لربنا يسوع المسيح؟ طيب نكمل، خد بالك هكمل. طب ازاي؟ واتولد المعمدان. اول ما اتولد قالوا له هتسميه ايه؟ يا دوبك قال يوحنا وابتدى ينطق. كانت في الفتره دي فتره جميله وحلوه قوي. يوحنا ده كبر، بس يا خساره. عارفين ليه خساره؟ عشان كان الملك الوحش هياخد كل العيال الصغيرين يذبحهم. ليه؟ من سن يوم لغايه سنتين. طبعا عارفين الحدوته بتاعت الملك هيرودس ساعتها، مين اللي هارب؟ وامه يوسف النجار والست العذراء السلام لحيلها ورب المجد يسوع. راحوا ايه؟ من مصر. دعوته ابني هارب لمصر. في الوقت ده راح الملاك خد الطفل الصغير الجميل يوحنا المعمدان وداه مكان بعيد قوي قوي في الصحراء. كان بيعيش حياته كلها مع ليه بقى؟ لان ربنا قال للملاك قول له ده مش هيشرب خمره ولا هيعمل اي حاجه وحشه، ده هيعد الطريق لمين؟ للي جاي. هيهيئ الطريق قدام مين؟ يسوع المسيح لما يجي. ومفاجأة، قعد شوية كتير قوي 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 لغاية لما يسوع اتقابل معاه. طبعا كان في الفترة دي لما نزل بعد ما كبر قال للناس توبوا اعترفوا بخطيتكم، خدوا بالكم اي الملكوت قربت، لازم ما تعملوش خطية وياخدهم يعمدهم. بس ما فيش الروح، قال انا عمدكم بمية بس، لكن اللي هيجي بعدي هيعمدكم بمية فيها الروح القدس، يعني هتشغل الروح القدس جوانا. يعني اوعى تنيم الروح القدس جواك، اوعى تدفيه، اوعى تزعله. حاضر. في الوقت ده يسوع المسيح كان ماشي، كانوا بيسألوا مين؟ يوحنا المعمدان ده مين؟ ده يسوع. قعدوا يتكلموا مع بعض، مفاجأة اتقابل معاه، قال له ممكن يسوع؟ قال له نعم. قال له بس
تعمدني؟ قال له انا تحت امرك بس انا ما استاهلش ده، انا مكسوف لو حليت الجزمه بتاعتك او الصندل اللي كان لابسه. طب ازاي؟ قال له اسمح لي الان ان اكمل كل بر. قال له حاضر. ومسك رب المجد يسوع، ناخد بالنا من المعموديه، المعموديه مدفونين معه في المعمودية. يعني ايه؟ يعني لازم انزل ابني وبنتي لغاية زي يسوع ما نزل تحت. واحد الاب، اتنين الابن، تلاتة الروح القدس. في الوقت ده كان رب المجد يسوع الابن الكلمة في المية، لكن في صوت جميل قوي من الاب بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. عشان كده احنا ماشيين زي تمام تمام يسوع علمنا، احنا بنعمل تمام تمام زي ما يسوع قال لنا، زي ما قوانين الكنيسة بتقول لنا، زي الأباء الكبار بيعلمونا. أشوفكم مرة تانية في حاجة جديدة من برنامج إنسان. كل سنة وانتم طيبين.